مرحبا أطفالي الأعزاء، سنتعرف اليوم على حرف جديد وهو حرف الكاف صوت ك. سنستمع إلى الكلمات الآتية ونستخرج منها الصوت ك: كمان. نعم أحسنتم، صوت ك في أول الكلمة. سمكة، صوت ك في وسط الكلمة. كعكة، نعم أحسنتم، سمعنا الصوت ك في أول الكلمة وفي وسط الكلمة. هيا يا أطفال، سنستمع إلى الجملة الآتية ونستخرج منها الكلمات التي يوجد بها الصوت ك. اشتكى الكتكوت إلى أبيه الديكي وقال له: بابا أكل أخي الكعكة كلها. إذن ما هي الكلمات التي سمعناها يوجد بها الصوت ك؟ نعم، اشتكى ك في آخر الكلمة، الكتكوت كو في وسط الكلمة، ديكي كي في آخر الكلمة، الكعكة ك في وسط الكلمة، كلها كو في أول الكلمة. سنقرأ الآن صوت ك مع الحركات. مع الحركات القصيرة ك كو كي، مع الحركات الطويلة ك كو كي، مع التنوين والسكون كن 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 ك. هيا سنقرأ الآن الكلمات وسنقطعها إلى مقاطع. مسكن، المقطع الأول مس، المقطع الثاني ك، المقطع الثالث نون. كتاب، المقطع الأول كي، المقطع الثاني تا، المقطع الثالث بن. مركب، المقطع الأول مر، المقطع الثاني ك، المقطع الثالث بن. إلى هنا أعزائي الأطفال ينتهي درسنا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.